بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل ان شاء الله الدرس السادس من الجافا سكريبت، وفيه هنكمل باقي انواع المتغيرات والداتا تايبس اللي هي الفاريبلز اند داتا تايبس. كان اخر مره يا جماعه وقفنا، كنا واقفين هنا دخلنا متغيرات في ارقام، تمام كده؟ ازاي تعرفنا على انواع المتغير عن طريق الداتا تايب اوف، تمام كده؟ جمعنا رقمين وطبعا القيمه، تمام. تعال نكمل جوه هنا، وتعال نشوف اذا كان ممكن نعمل متغيرات نصيه او حاجه تشيلك نصوص. تعال نيجي هنا مثلا وهنعمل var متغير مثلا وهنسميه first name، first name اوكي، وهنسميه مصطفى، تمام. وهنحط فصل من نقطه اوكي، وهنحط var تاني وليكن last name، last name اوكي، وهندي له قيمه وليكن الزويدي اوكي، تمام كده. طيب وتعالى نعمل var تالت وهنسميه full name، full name، وهندي له قيمه مثلا وليكن first name، first name plus، ونحط مسافة، نحط بلس تاني كأننا هنعمل concatenation مع بعضهم أو هنجمعهم مع بعضهم. اللاست نيم، هذا اللاست نيم اوكي اوكي. يبقى الفاريبل اللي هو الفول نيم دوت هياخد الفيرست نيم وهياخد كمان اللاست نيم، تمام كده. طيب عاوزين نطبع الكلام دوت، هنطلع ويندو، والويندو هنخش على الكونسول، كونسول تمام. ومن الكونسول هنخش على اللوج، اللوج، ومن اللوج هنبتدي نطبع المتغير بتاعنا. ويستحسن نحط الرسالة مثلا وليكن الاسم الكامل للأستاذ هو، حط نقطتين وبعد كده حط علامة البلاس ساين، من البلاس احط ايه الفول نيم، فول نيم اوكي، بعد كده احط فصل ايه، فصل منقوط. تعالى نعمل كنترول اس، وتعالى نرجع للجوجل كروم، وتعالى نعمل ريفرش للصفحه. هتلاقي الاسم الكامل للاستاذ هو مصطفى الزويد، حط لك الاسم الاولاني الفيرست نيم، وحط لك الاسم الثاني اللي هو اللاست نيم، وطبع لك الفول نيم. طيب عايزين نشوف نوع المتغير دوت هو شايفه ازاي. هنيجي هنا ونختار ويندو، طبعا انا بحاول يعني احط لك العربي مع الانجليزي، بس هو يعني بتبقى عمليه صعبه شويه، بس ماشي يعني. كونسول، وجوه الكونسول بحط الدوت لوج، دوت لوج، وبعد كده هقول له افتح لي قوسين نوع المتغير هو نوع متغير الاسم الكامل، الكامل هو، وهحط نقطتين فوق بعضيهم، وبعد كده هاخد بلس ساين واقول له تايب اوف، تايب سوري، تايب اوف، تمام كده. هو هفتح قوسين تمام كده وهحط له الفول نيم عشان يجيب لي نوع الفول نيم بتاعي، وبعد كده احط فصل ايه، فصل منقوطه، واضغط كنترول اس، وتعالى نروح للكونسول مره ثانيه، او نروح للبراوزر مره ثانيه ونضغط في 5 تمام. هتلاقي بيقول لك نوع المتغير للاسم الكامل هو ايه، سترنج. هو دلوقتي شايف على اساس ان هو ايه، متسلسله من الحروف سترنجز. طيب تعالى نكمل، شفنا دلوقتي ازاي نجيب سترنج في فاريبل او نعمل متغير نصي ونطبعه، وشفنا ازاي نعمل متغير كمان رقم ونطبعه ونشوف النوع بتاعه. تعالى نشوف المتغيرات المنطقيه. تعالى نعمل متغير فوار وهنسميه تشيك، تشيك بهذا الشكل، والتشيك دوت هنخليه يساوي، وافتح قوس واقول له اذا كانت الاكس بتساوي تساوي 3، معناها روح شوف لي الاكس هل بتساوي 3 ولا لا. اذا كان الكلام ده صح حط لي قيمه ترو في التشيك، اذا كان الكلام ده غلط حط لي قيمه فولس في التشيك. يبقى التشيك ده عباره عن متغير بوليان هياخد قيمته نتيجه يعني تعبير منطقي، تمام كده. لو احنا بصينا للاكس لما احنا اعلنا عنها فوق الاكس كانت ب3، يبقى المفروض التشيك بتاعنا دوت هيساوي ترو، تمام. تعالى نطبع التشيك، هنقول له ويندو، ومن الويندو هقول له كونسول، ومن الكونسول هقول له لوج، تمام. واذا كان اللوج بتاعنا هنقول له نوع
المتغير. طبعا انا بكتب الكود فعشان كده فاهم نوع المتغير اللي اسمه تشيك هو مثلا احط نقطتين وبعد كده هاجي بلس ساين ماشي نعمل تايب اوف كده نحط له قيمه عشان كده وليكن تايب اوف ده نوع المتغير اللي اسمه تشيك تمام. تعالى نحط فاصله ونقطه ونضغط كنترول واس وتعالى نشوف التشيك ده هيطلع ايه. ادي الكروم واضغط اف 5 من لوحه المفاتيح هيقول لي نوع متغير اللي اسمه تشيك اهو حط ايه بوليان تمام كده. تعالى نطبع قيمه البوليان ده ونشوف هيطبعها ازاي عن طريق برضو هاجي هنا واختار ويندو دوت كونسول دوت لوج تمام وهفتح قوسين واقول له القيمة الموجودة في متغير تشيك هي حط نقطتين واجي هنا بلس ساين واقول له تشيك على طول مباشرة تشيك بهذا الشكل وهروح حاطط الفصل ايه منقوطة وهضغط كنترول واس وهشوف النتيجة بتاعتي ايه. تعال نروح على الكروم مرة تانية ونعمل ريفرش اف 5 هتلاقي القيمة الموجودة في متغير تشيك هي عبارة عن ايه ترو. طيب تعال نلعب لعبة كده بسرعة ونقول له مثلا خلي المتغير تشيك ده شوفوا اذا كان الاكس بتساوي مثلا 10 كلمة ده غلط كنترول اس. تعال نروح على البراوزر مرة تانية متصفح كروم وهتلاقي اف 5 مرة تانية هتلاقي ان القيمة بتاعت التشيك اتغيرت لمين؟ لفاص لان الاكس ما بتساويش ايه؟ ما بتساويش 10. طيب هل في حاجات تانية؟ في حاجات تانية في حاجة اسمها الاري في حاجة اسمها ايه؟ الاري. الاري بتتعمل ازاي؟ تعال نروح للدريم ويفر وتعالى نيجي هنا وهنكتب var my array اوكي از ايكوال واحط قوس واحط فيه القيم بتاعتي 1.5.9 تمام كده. يبقى كده حطيت ايه ثلاث قيم اهو مش كده. عاوز اطبع الاري ديت وعاوز اشوف نوعها هيشوف هو ازاي برضو نفس الكلام ويندو وجوه الويندو هروح حاطط كونسول وجوه الكونسول هختار لوج وجوه اللوج هختار الرسالة عاوز اطبعها. انا دلوقتي عاوز اطبع نوع الاري ديت عشان هو شايفها ازاي هقول له نوع المصفوفة داخل الجافا سكريبت واحط نقطتين وبعد كده احط علامة البلس وبعد كده اكتب دالة التايب اوف سوري دالة التايب اوف ماشي كده وجوه دالة التايب اوف هروح حاطط قوسين مرة تانية واحط الماي اري تمام واحط فاصلة موجودة في الاخر واعمل كنترول واس وتعالى نروح للمتصفح ونضغط اف 5 من لوحة المفاتيح هتلاحظ النوع المصفوفة داخل الجافا سكريبت كتب ان هو ايه اوبجكت عبارة عن ايه كان اوبجكت ماشي كده مش بيكتبها ري بيكتبها اوبجكت. يبقى المصفوفات عندنا في الجافا سكريبت عبارة عن اوبجكت في التايمر عبارة عن ايه عبارة عن اوبجكت اوكي. طيب تعالى نطبع قيم الحاجات الموجودة في الاري ويندو وجوه الويندو دوت كونسول وجوه الكونسول دوت لوج لوج تمام. عايزين نطبع قيم الحاجات الموجودة في الاري بتاعتنا هنيجي القيم الموجودة داخل المصفوفة هي واحط نقطتين حط عند البلس ساين واقلب اللغة وهقول له my array مباشرة my array وتعالى نشوف هيشوفهم ازاي كنترول اس. تعالى نخش على كروم مرة تانية نعمل ريفرش اف 5 وهتلاحظ ان القيمة موجودة داخل المصفوفة هي 1.5.9 تمام كده. تمام يبقى احنا دلوقتي شفنا المتغيرات اللي هي من نوع او المتغيرات اللي هي رقميه وازاي ان هو بيشوفها مثلا هي نمبر وشفنا كمان المتغيرات النصيه وبيشوفها على اساس ان هي سترينج شفنا المتغيرات المنطقيه والقيم بتاعتها سواء كان ترو او فورس وبيشوفها على اساس ان هي
بوليان. شفنا كمان المصفوفه وهو بيشوف على اساس ان هي اوبجكت وازاي نتبع قيم المصفوفه. اذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي كومنت لايك شير لي، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه وكلكم مشكرين عشان نوصل ل 10000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.